نحن باقين هنا في هذا عند خروج من هذا المكان نسميه البازار احنا هذا السوق الكبير للأغراض. فنجد هذه عملية إعادة استعمال البطاريات المستعملة هنا، تجمع هنا ويحطوها، وبعد ذلك يأخذوا منها كل المواد الكيميائية تعاد إعادة يعني إعادة استعمالها في البطاريات. وأيضا دائما تجد دائما عند هذه الأماكن الكبيرة جانب الخيري، فهذا هنا هذه الجمعية هنا هي جمعية guide dogs every penny counts، هذه للناس الذين هم يعني الأعمى، وخاصة الذي البصر تاعو ينقص كثير فيستطيع لا يرى، فيعطى له كلب يساعد في المشي بعكازة، والكلب يساعد يرشد يمشي معه. هذه الكلاب تربى حتى تعطى الرجال والنساء الذين شبه فقدوا البصر تاعهم كمرشدين، يعني this is just a guide dogs every penny counts، كل يعني سنتيم سوف يحسب لك، ونحن مسلمين يعني الصدقة بعشر سبعين إلى سبعمائة والله يضعف من يشاء. فهذا الجانب على المؤسسات الغير حكومية، وفي بريطانيا توجد تقريبا 146 ألف جمعية غير حكومية خيرية، الدخل تاعها أكبر من بالتقريب أكبر من 40 إلى 50 مليار جنيه استرليني، وعندها من الأوقاف بأكثر من 100 ألف جنيه استرليني. This is one of the example of charities. We have 146,000 registered charity in the UK. They have a turnover of about more than between 41 to 50 billion pound, and of course they have endowment, continuous charity, more than 100 billion. They employ 1.5 million. هذه الجمعيات الخيرية تستعمل تقريبا 1.5 مليون عامل، وفيه أيضا الجمعيات الطوعية الغير مسجلة أيضا